شكلي كده في relationship لفيت ورحت وجيت كنت فاكره انه معايا سابني هو وراح على البيت في relationship كل حلقة بنجيب كابل عشان نتست relationship بتاعتهم أول حاجة بنشوف كل واحد يعرف قد إيه عن التاني وبعد كده كل واحد فيهم بيتحط على lie detector عشان نعرف مخبيين إيه وفي الآخر بنحطهم في challenge لازم يعدوا منه مع بعض يعني مش challenge تقليدي قوي وكل ده هيعرفنا في الآخر لو هما في relationship هاي هلو هنبدأ وهنسأل بعض أسئلة عشان نعرف بعض قد إيه يلا بينا Let's do it طيب إيه الفيرست امبريشن اللي أخدتي عني؟ إن أنت شاب كول قوي أصل هو محمود زمان وإحنا صغيرين كان مسمي نفسه 12 سنة مثلا كان مسمي نفسه دي جي وكان بقى عامل شعره سبايكي ورفع الكولا وحاجات كده فكان كول قوي عليا That was my first impression أوكي دوري لو أنا مودي وحش هسمع أغاني إيه؟ كئيبة تعيطك مين المغنية؟ لو جبتها تبقى نعرف لا خمن كارول سماحة كارول سماحة وانتي متضايقة دي ضربة حظ جدا بجد ضربة حظ؟ لا كنت عارف تعملت فيس للكاميرا؟ لا اوكي ايه يا دينا النايت روتين بتاعي؟ سهلة تستحمى تفرج على مقاطع مسلسلات على فيسبوك وبعدين بتقعد تغلس على شوية تقعد تضربني شوية وتنام ايه ليه؟ والله every single day كل يوم بضربك؟ لا يعني لا مش ضرب يعني بس هو بيحب يهزر كده بيقعد يهزر كده شويه وبعدين لما حد ما يفرهد يقوم نايم ايه المورنينج روتين بتاعي تصحي تلبسي اي حاجه قدامك وتنزلي ده حقيقه انا بصحى من السرير اتشقلب وانزل ايه اكتر ثلاث حاجات بتخانق عليها دي حاجه بيرسونال قوي الغسيل ومواعيد ان جنرال اين كان بقى هي مواعيد ايه عشان مش ملتزمه خالص والاكل That's true. عشان دي لو بتغسلش غير لما في كوبايه غسيل قد كده وما بتعملش اكل غير لما اتخانق معاها وعلى طول متاخره صح ايه اكتر سبيشال ديت رحناه في كتير لا في واحد سبيشال مش هيجي في بالي انت ايه اللي في بالك سبيشال بس في كتير اليوم اللي اي بروبوزت فيه لا اصلا يعني اوف كورس ات از سبيشال بس مش ده اللي في دماغي اللي في دماغي كان ساعه الجامعه لما عملت ترابيزه كده جبت ايام الجامعه كنا ممنوع نخرج مع بعض ممنوع عشان مامي كانت حاطه الرول فكنا عايزين نخرج ونتبسط وبتاع فمحمود قرر يعمل ديت في الجامعه فجاب ترابيزه كده وجاب حاجات من فود كورت It was so nice It's the best date I've ever been on في الموضوع توغلنا طب بصي اللي جاي بقى لو قدامي فرصه اشيل صفه من صفاتك هشيل ايه؟ صفه من صفاتي؟ ها انت عندك حاجه في دماغك يعني لا ما اعرفش بس قول لا عندك حاجه في دماغك ولا لا لا ما فيش ولا حسيتك عندك حاجه في دماغك هتشيل ان انا ساعات مش بركز ماشي صح طب ايه اكتر صفه بتعصبني فيك انت هي بتتضايق مني لما انا بتضايق ان هي ما بتاكلنيش مش عارف لا على فكره انت مطلع نفسك شكلك غلبان قوي ايه ده لا على فكره انت طلعتني شكلي وحش قوي دلوقتي دينا ساعات بقول لها انا جعان بالليل بتقول لي هناكل بكره هو مفيش حد طبيعي يجي مثلا الساعة 12 بالليل واحنا خلاص بننام انا جعان فبقول له خلاص هنفطر بكره رد واقعي جدا لا هو ده مش طبيعي It is what it is طب ماشي ايه اوحش فالنتاين ديت لينا؟ احنا ما بنروحش فالنتاين ديت ما بنروحش فالنتاين ديت انا ما اعرفش ليه ناس بتروح فالنتاين ديت لا عشان يعني ايه اللي بيروحوا عشان يحتفلوا عادي يحتفلوا بايه؟ ما هو عندهم السنه كلها يا سيدي الناس تحب بعض وتتبسط حد اخترع يوم الناس تحتفل بيه ما تحتفل في اي يوم تاني ما يمكن انا نفسي مثلا اخرج في فالنتاين يعني انت ليه حاططها اجبار؟ افرض مثلا طب احنا هنخرج في فالنتاين مليون الف حد بيخرج في يوم فالنتاين يعني ناس تشيزي زيك ميرسي قوي ايه اول هديه جبتها لك في الفالنتاين انت عمرك ما جبتي هديه محمود ركز عملت لك حاجه عمري ما هفتكر عمرك ما من 10 سنين ولا 12 سنه هفتكر ايه امال ايه كنا في النادي عملت لك حاجه مش فاكر طبعا طب فكر حط افورت اه كنت عامله كيك صح بس مامتك اللي كانت عاملاها وانتوا اقنعتوني ان انت اللي عاملاها انا فاكر كويس قوي اتس ذا ثوت ذات كاونتس ماشي لو انا نوع من الميوزك احب اكون نوع ايه هو اسمه ايه اللي هو الحاجات كده وبالطول بالطول يعرف اسمها ايه بس يعني اغاني معبره يعني اللي هو تبقى انت بتغنيها وبتطلع كل طاقتك فيها ماشي ميك سنس شويه انا بصرف قد ايه في الشهر على الشوبينج لا مش كتير على حسب الشهر فيه سفريه ولا لا صح قوي
لو مسافره بجيب لبس كتير قوي، مع اني هسافر اجيب لبس، بس يعني بحب اعمل شوبينج السفريه، انه يعني ابقى متظبطه للسفريه على حسب المود. انا بحب ده ولا ده؟ ده صح. كوكونات، يعني انا وكوكونات حاجه واحده. هاخدها وانا ماشي؟ انا ممكن اديها لك. This is my present to you. شكرا. هابي فالنتاين. مننا واحنا ماشي. لا لا لا، امشي اجري. ايه اول هديه جبتها لك في الفالنتاين؟ انت مش فاكر اصلا، بس هو كان بوكي ورد لونه احمر. كان ملفوف بقش. ده من 10 سنين مثلا. ها قش ايه؟ كان قش والله، كان زي اللي هو البتاع اللي لونه انت عارفه. ايوه فاكره. ايوه فاكر. نجيب لك منه في الفالنتاين. انت قلت لي ساعتها ان انت نقيتها ورده ورده من عند الراجل عشان كان في مفتاحين وفي لا، ويو ميد شور ان انت تجيب لي. انا قلت لك كده؟ اه والله. يبقى اكيد عملت كده. اخر سؤال، وات از ماي هيدن تالنت؟ اكيد مش غنى. ممكن يبقى رسم. اوكي I'll give you that، بس باي ذا واي I can rap. لا طب رابي حاجه. ماشي. This one's for the boys with the booming system, tap down AC with the cooling system. When you come up in the club, you blazing up, got stacks on deck like a saving up. And he ill, he real, he might get a deal. He ايه؟ ده حفظه، ده حفظه. He called, he don't, he might sell coke, he owns in the air, but he never fly coach. He's a, I mean, excuse me, you're a hell of a guy. I mean, my, like a falcon fly. I mean, with a thing in your time, I mean, my. Yes, I did, yes, I did. Somebody please tell him who the F I am. Who the F I am? I am Dina Dash, I'm back the dudes up. Back coops up. دينا دلوقتي احطك على اللايت ديتكتور. تشل. عمري جبت لك هديه في الفالنتاين ما عجبتكيش؟ انت بتجيب لي اساسا. لا بس لا لا عمري. ايه ده؟ والله لا. دينا هي لسه حمرا على فكره. اطفي اطفي. الفالنتاين فات ما جبتليش حاجه، فيمكن عشان كده منوره احمر، عشان انت ما جبتليش حاجه فما عجبتنيش. ماشي اللي بعده. عمرك اتكلمتي عليا وحش مع مامتك؟ مع مامي لا. ممكن اغير السؤال، عمر مامتك اتكلمت وحش عليا معاكي؟ عموله يعني ممكن يعني برضه نوضح عشان النفسيات، احنا بقالنا مع بعض كتير قوي، كان في فتره مراهقه وبعدين فتره جامعه وبعدين مش عارف ايه، ففي ليفلز، فاكيد البني ادم في الليفلز ده مش على طول كويس، فهو في فترات كده ما كانش ايه ده؟ ما كانش محمود اللي هو اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي. ايه كنت ايه يعني؟ شكلها هتخانق بسبب اللايف دي. خش في الجد بقى، عمرك فكرتي تسيبيني قبل الجواز؟ يا دينا بعد الجواز؟ لا. لو اكتشفتي ان انا غلطت وخنتك هتسيبيني؟ اه فور شور. ليه؟ كل حاجه بتعدي ما عدا طبعا ده. عمرك فتشتي في موبايلي من ورايا؟ يعني مش تفتيش بس يعني بفتح اشوف صور كنت بتصور حاجه. اه بحب قوي افتح اشوف صورك، عمرك ما بتلاحظ؟ كل شويه امسك تليفونك افتح اشوف صورك. Just for the sake of memories وحاجات كده يعني. السؤال انه فتحتي تليفوني مخصوص تبصي على حاجه؟ لا مش شخصيتي محمود ولا اخلاقي. انت هتصدقني انا ولا هتصدق البتاع ده؟ جاز. How dare you! ناس دافعين فيه فلوس وغالي شكله. وانا مين؟ هاخد الجهاز ده معانا على فكره في البيت. مش هيفيدك بحاجه. هيفيدني. I'm way smarter. اوكي دوري بقى انا اسالك. محمود ما تبصش على اسئله. والله ما بصيت، انا حاسس كنت بص هنا. اول سؤال، بتحب كريم واحمد اخواتي قد بعض ولا لا؟ ده انت هتسالي محمود عثمان؟ لا. 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 Elaborate. في واحد فيهم بحبه اكتر شويه. ماشي، عشان في واحد بيغير عليا اكتر فمحمود بيحب التاني اكتر. في واحد ينفع. السؤال اللي جاي، ماشي. عمرك عملت نفسك نايم عشان تهرب من خناقه ما بيننا؟ ممكن. I think you did so many times. ماشي، هل انا عندي اي صفه توكسيك؟ اوه ماي جاد. لا مش هقول. لا عايز اعرف. مش هقول. لا عايز اعرف. التي بتحبي الشغل بزياده. That's fine by me. لا أنا كنت فاكرة صفة في شخصيتي. It's not toxic. لا لا لا. تقدر تهتم بحاجات تانية في حياتك. تعشيني. محمود أنت أكتر حد في حياتي بعرفه بياكل. أنت بتاكل ما بين الميل والميل ميل. إيه علاقته بالموضوع ده؟ أيوة بس I make sure that you're happy. اللي بعده. لا. اللي بعده. عمر في واحدة زودتها معاك وأنت ما صدتهاش؟ لا يعني لا. مش قوي ما أعتقدش. اشرح نفسك يا لولو. لا بس صراحه اصدقك، اصل محمود مره كان في المانيا وكانوا خارجين، ففي واحده جت تهزر معايا فقال نو 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 نو، قعدت اسوقها بعيد كده، وكانت الست ما كانتش عايزه منه حاجه اصلا، بس ف تمام مصدقك. مصدقك ومكدبه البتاع ده. ده سؤال حلو قوي. اكل مامتي احلى ولا مامتك؟ جنرال اكل مامتك طعمه احلى، بس
بس انا بحب الاكل اللي هو بس تكنيكلي مامتك البسيط يعني يعني شيرين مش بتطبخ قوي هي حاجات ستريت فورورد يا ذاتس ترو بس مامي اكلها تيستي يعني. بس مامي وشيرين طبعا اكلهم حلو اكل طيب يا محمود هحطك دلوقتي في موقف وقول لي هتتصرف ازاي اوكي ماشي هاي يا دينا انا حامل انت بتبص على ايه محمود ده بيديتكت انت What a response though. كنت مستني اعرف انت بتقولي بجد ولا بتهزري طب اطلع اجري ولا ايه ده بجد يا محمود ده بجد مش علق دلوقتي هنعمل تشالنج بنش سيركل وسبوتيفاي عاملينه ان احنا نعمل اغنيه مع بعض بس قبل ما نعمل كده هنتست الاول our taste in music زي بعض ولا لا I think انه it's a 70% match what do you think 90 يعني ماشي تمام دلوقتي هنطلع البلان بلاي ليست في سبوتيفاي عشان نعرف الميوزك تيست بتاعنا قريب من بعض قد ايه عامه الموضوع ده جامد قوي بالذات في العربيه عشان احنا لما بنركب العربيه على طول بنتخانق مين يو كونكت فده كان بي سوبر كول ان احنا نطلع واحده بلاي ليست Yeah. افتح سبوتيفاي ماشي ادخل على البلان بلاي ليست send me the link ماشي جاهز تعرف احنا تيست قد ايه اه عامه تمام هو ما بين اللي انا قلته وبين اللي انت قلته we're 86% babe الحمد لله عامة اغنية من الاغاني ويجز مش هقول لك بيبي مش هقول لك بيبي مش هقول لك بيبي طيب تفتكري نعمل اغنية الستايل بتاعها ايه؟ ممكن حاجة شعبي سنة تراب سنة يعني فيها بيت فبتيجي نجرب؟ يلا ليتس دو ات يلا دلوقتي معانا ماهر هيز ا ميوزك بروديوسر وهنعمل مع بعض الاغنية سمعنا حاجات مختلفة نختار منها بقى هنبدا بيه اوكي ليتس دو ات شاوي ممكن حاجة تراب اكتر ممكن حاجه فيها سنه شعبي بسيطه اه حلوه دي يا دكتور بتفهم في المزيكا اوكي انا فهمت انت عايز ايه ماشي زود سنه طبله مثلا حلوه كده اه حلوه دي حلوه قوي مش ركز معايا بقى عشان احنا بجد عايزين نعمل اغنيه حلوه I love a good challenge هنكتب ايه بما اننا هنا في relationship ممكن ندخلها في الموضوع شكلي كده في relationship هايله والله ممكن شكلي كده افتكر التراك شكلي كده في relationship لفيت ورحت وجيت حلوه مش هتنيها لك كريتيفيتي ماشي يلا محمود لا ركز انا مش حاسه ان انت بتحط انبوت انا بحط كل الانبوت ادينا انا اللي جبت يلا انت متنح البرين ستورمنج هكتب يا محمود انت ليه متنحلي يا محمود انت ليه متنحلي اقعد بس كده وريح وده ايه ده كمان يلا شكل كده في ريليشن شيت لفيت ورحت وجيت انت فاكره انه سابني هو وراح البيت يا محمود انت لمت النحلي اقعد بس كده وريحلي لو نسي في يوم عيد ميلادك دي ريليشن شيت لو انت لويل برضه خانك دي ريليشن شيت اسمعي مني ودي عشانك دي ريليشن شيت هي دي ريليشن شيت شكلي كده في ريليشن شيت لفيت ورحت وجيت كنت فاكره انه معايا سابني هو وراح عالبيت شكلي كده في ريليشن شيت لفيت ورحت وجيت كنت فاكره انه معايا سابني هو وراح عالبيت بنش سيركل لو تسمحلي يا محمود انت ليه متنحلي اوجه بس ليك رسالة اقعد بس كده وريحلي لو نسي في يوم عيد ميلادك دي ريليشن شيت لو انت لويل برضه خانك دي ريليشن شيت اسمعي مني ودي عشانك دي ريليشن شيت هي دي ريليشن شيت لو نسي في يوم موبايلك دي ريليشن شيت لو شايل ومحدش شايلك دي ريليشن شيت لو قاعدة بتتحكم في ستايلك دي ريليشن شيت محمود هي دي ريليشن شيت شكلي كده في ريليشن شيت لفيت ورحت وجيت كنت فاكره انه معايا سابني هو وراح عالبيت شكلي كده في ريليشن شيت لفيت ورحت وجيت كنت فاكره انه معايا سابني هو وراح عالبيت into 25% in a relationship وبما ان music is a love language
انتوا كمان تقدروا create your own blend playlist مع your partner على Spotify. Happy Valentine's Day. ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو ده وسبسكرايب لبنج سيركل على يوتيوب.